السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده فيجوال شات جي بي تي. شوفوا جات شات جي بي تي بتكتب له بعض الحاجات وبدأ يتناقش معاك، فما بالك بقى لما يستخدم في ان هو يعمل صور وان هو يعمل فيديوهات. تمام، بالشكل دوت تقدر تكتب اي حاجة وهو يبدأ ان هو يناقشك فيها ويبدأ يعمل لك صور. تمام، يعني تقدر تقول الميد جورني بقى جزء منه. ده خلاص اصبح جاهز ان هو ينزل بيتكلم ويرسم ويعمل ايديت ويعمل فيجوال فاونديشن موديل بالشكل الجميل دوت. والجميل ان هو نازل على الجيت هاب، معنى كده ان هو يكون اوبن سورس، فالناس تقدر تاخد المعلومة وتطور فيها. تقدر تتناقش معاه، تقدر مثلا تقول له اوجد لي اعمل لي فيديو لشكل الطراز المعماري في مصر من ايام عهد الاسرات، اسره اسره، لحد ما نوصل للعصر الحالي. يبدا بقى يجيب لك ايه شكل العماره، فتقدر تتخيل وتربط بين العصور المختلفه وهكذا. تمام، طبعا دي من ضمن حياة الشركه هاجينج فيس الستوبل ديفيجن. دي فيها برامج كتيرة جدا، فيها حاجة قوية جدا في الذكاء الاصطناعي. كل ده هيبقى مدمج في الشات جي بي تي. الستوبل ديفيجن عامل زي الميد جورني، وبالعكس في حاجات قوية أقوى من الميد جورني. ده برضو هيبقى موجود في الشات جي بي تي للفترات الجاية إن شاء الله.